أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، أهلا بيكم. أنا معاكم النهاردة محمد الشاذلي في حلقة جديدة من الموسم الجديد برنامج حياتنا. أنا معاكم النهاردة جايبين لكم حاجات كتير جدا، إن شاء الله نتمنى إن هي تحوز إعجابكم. نتمنى دايما تواصلكم معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا. وإحنا عايشين كده في الحياة بتقابلنا حاجات كتير، بنصادف خلال اليوم حاجات كتير ممكن تساعدنا، حاجات كتير ممكن تغير لنا المود بتاع اليوم كله. علشان نعرف احنا ازاي ممكن نعيش حياتنا بطريقة جميلة، بطريقة صح، ازاي ممكن نستغل كل لحظة في حياتنا، لازم ان احنا نلاقي دايما المسار الصحيح. زي ما بنشتري اي جهاز جديد او زي ما بنتعامل مع اي حاجة جديدة في حياتنا، بنحتاج نعرف الكتالوج بتاعها او بنحتاج نعرف المانوال بتاعها. احنا هنا كان دورنا ان احنا نقدم لكم طبعا نماذج جميلة، نماذج مشرفة في كل المجالات، نماذج هايلة جدا، ناس قدرت بالفعل ان هي تقدم حاجات فيها افادة، سواء على المستوى اللي هو الاجتماعي او على المستوى المهني اللي هم بيشتغلوا فيه. خلونا نرحب معانا النهاردة باول ضيفة معانا، دكتورة منال عادل، مدير مركز بداية للتخاطب الشامل والعلاج المعرفي النفسي السلوكي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتوره منال؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما في احسن حال، ونتمنى لك دايما مزيد من التالق والظهور الاجتماعي الجميل المشرف كالعاده. ميرسي جدا. ربنا يخليك. دكتوره منال، احكي لنا كده بدايتنا في المجال، ايه اللي خلينا نختار التخصص ده وليه دخلنا في المجال ده؟ بدايه المجال، وانا خريجه اداب علم نفس، حضرت ماجستير صحه نفسيه ثم دكتوراه مهنيه صحه نفسيه. بدات ان انا اشتغل بالفعل، يعني بقى نزلت على ارض الواقع، اشتغلت في مستشفى دكتور عادل سيد اي، طبق مقاييس نفسيه والاي كيو اللي هي اختبارات الذكاء. بدا بقى قدامي الاقي الاطفال عندهم مشاكل بيحصل شويه في بعض الاماكن، ما بتعرفش تتعامل مع الاطفال صح. تمام. فمن هنا قررت ان انا ادخل للجزء الثاني اللي هو جزء التربيه الخاصه. وبالفعل عملت دبلوم التربيه الخاصه، صعوبات تعلم، وبدات ان انا اشتغل في المجال نفسه، بس بجانب اللي هو العلاج النفسي السلوكي اللي هو الاساس. يعني حضرتك طبعا بدايه ان احنا يعني عشان نفهم التعاملات مع الانسان لازم نعرف الجزء النفسي بتاعه. أكيد. فواضح ان انت خدتي الخط من اوله وابتديتي بالعلاج اللي هو النفسي والتخصص بتاع علم النفس. تمام. ومشيتي في المسار فيه لحد ما وصلتي لاهم جزء بيمس حياتنا اللي هو جزء تعاملنا مع الأطفال، تربية. الجزء التربوي. طيب. طيب أخبرنا إيه مع الأطفال؟ يعني إحنا مثلا بنعمل إيه؟ إيه المكان اللي أنت بتستخدميه أو إيه الأماكن اللي أنت بتترددي عليها بتقدمي فيها الخدمة بتاعت التعامل مع الأطفال؟ هي أماكن كتيرة في محيط المنطقة عندنا وخارجها. بدايتها المركز عندي، مركز بداية. مركز بداية للتخاطب. تمام. الشامل والعلاج النفسي السلوكي. تمام. كمان بقدم الخدمة دي من خلال كانت مستشفى دكتور عادل صدقي، اللي هي اختبارات الذكاء والمقاييس النفسية. وبدأ بقى في الجمعيات والمراكز المحيطة اللي هو بيتم عمل هناك اختبارات الذكاء والمقاييس النفسية. تمام، هايل جدا. طيب يعني احنا دلوقتي مثلا برضه هيتعرض معانا على الشاشه صور المركز والاطفال الجمال، طبعا الفيديوهات الجميله اللي موجوده على صفحتك على السوشيال ميديا، لمحت فيها كده في جو اسري جميل جدا داخل المركز. الفتره بقى طيب اللي هي خلال كورونا، خلال الفتره اللي ما كناش بننزل فيها، كنا بنوجه ارشادات لاولياء الامور ازاي او كنا بنتعامل معاهم ازاي؟ كان بيبقى التواصل من خلال الواتساب او من خلال الفيسبوك، وكان بعض اولياء الامور ما بيبقاش عندها مواقع التواصل الاجتماعي. كان بيتم من خلال التليفون. بنتابع معاهم البرامج اللي الاطفال ماشيه عليها على اساس ما يحصلش انتكاسه. انا طبعا الجزء بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه هنا بيحتاج متابعه مستمره. فعلا فعلا فعلا. طيب زي ما سمعنا كده ان الناس ابتدت ان هي الحمد لله تنزل في حالات اشغال بسيطه، مش بنفس الطاقه اللي هي القديمه وكده. ولادنا بقى لما بييجوا دلوقتي، ايه الاحتياطات او ازاي نطمن الاهالي واولياء الامور ان هم لما هينزلوا هيلاقوا الاحتياطات شغاله
بأفضل وجه والإجراءات الاحترازية معمولة. إيه الحاجة اللي قدرتي تعمليها خلال الفترة دي إن أنت تجهزي لأولادنا الجو الآمن إن هم ينزلوا فيه؟ هو بالتالي تم تغيير فرش المكان بالكامل، وبدأنا إن احنا نعمل في جهاز بيعقم المكان. تمام. بيتم تعقيم المكان. احنا دلوقتي شغالين طبعا الجزء البرايفت، مش شغالين اللي هي الرعاية النهرية. بيبقى في فرق ما بين كل جلسة وجلسة، مدة زمنية على أساس الأخصائي يبدأ يقوم بالتعقيم. تمام. والطفل اللي هيدخل بعد كده يبدأ يكمل. كويس كويس، هايل جدا. يعني أنا شايف إن حضرتك بتقولي إنك غيرتي مثلا الأساس أو الفرش أو الحاجات اللي هي القديمة اللي كانت موجودة في المكان قبل الفترة اللي هي طبعا فترة اللي حصل فيها أكيد برضو خسائر طفيفة في الأساس أو في الكلام ده كله من الركنة أو الكلام ده كله. تمام. لا هو كان فكرة الاستثمار بقى في العنصر البشري. يعني أنا شايف كده إن واضح إن في دافع داخلي جوه حضرتك إن أنت قدرتي تقولي لا، مش مشكلة الفلوس، أهم حاجة إن أنا صحة أولادنا، وأهم حاجة إن أنا أحاول. هما كمان صحتهم اهم حاجه بالنسبه لنا، وان هما يجوا يلاقوا المكان جديد، يجوا يلاقوا مكانهم زي ما هما في ذكرياتهم فيه. بالتالي الاطفال دايما بتحب التغيير، دايما بتحب الحاجه الجديده، دايما بتحب الرسمه الجديده، اللعبه الجديده، فده بيجذب الانتباه اكتر. فاحنا حابين ان احنا نقدم لهم مفاجاه ان هما اول ان شاء الله ما يبداوا معانا ان شاء الله. طيب جوه المركز هل بنستعين مثلا باخصائيين تخصصاتهم ايه او مجالاتهم ايه؟ مين الاسيستنت اللي مع حضرتك؟ مين حابه توجهي له الشكر دلوقتي؟ انا حابه اوجه الشكر لفريق العمل بتاعي كله دون استثناء، يعني لو هينفع اذكر اسامي فانا هقول ينفع كتير. ينفع كل حاجه طبعا، بس واضح ان انت بعت لهم رساله كده هي وصلت من القلب للقلب. هم معايا بكل حب، يعني هو اساس الشغل بتاعنا. طبعاً. هم فعلا المكان مكانهم. انا بشوف منهم حب للاطفال، حب للمجال نفسه. تمام. بيقدموا خدمة كويسة الحمد لله، أولياء الأمور راضيين عنها جدا. الحمد لله. كان في تقييمات كتيرة جدا ليهم، كتقييم كأخصائي وكتقييم المكان ومدى الرضا، فالحمد لله رب العالمين. الوضع دكتورة منال، احنا ما نقدرش نقول على حضرتك مدير بس، أنا شايف في شخصية قيادية اللي هي بتاعت التيم ليدر. قولي لي ازاي بتطمني يعني على صحة أو أمان اللي شغالين مع حضرتك خلال الفترة دي؟ يعني إيه مثلا الإجراءات اللي أنتوا عاملينها؟ تمام. هو في طبعا جهاز بنكشف بيه حرارة الأطفال. تمام. وبيكون معانا كل أسبوع. هو المركز برضو شغال 3 أيام بس، على أساس إن احنا نوفر أماكن للأطفال ويبقى الأمان. تمام. بصورة كويسة. وفي دكتور معانا بيتابع الحالات، لو في أي حاجة احنا بنبدأ نستشيره، ضمينه معانا على جروب الواتساب وهو متواجد معانا في المركز. كلميني بقى عن النشاط الاجتماعي، انا شايف يعني تايتل كبير يسد عين الشمس من العمل الاجتماعي، كلميني عن الموضوع ده، ايه حكاية الطفل والمهرجان الحاجات الجميلة؟ تمام. هو انا في 2019 21 ديسمبر 2019 تم تكريمي سفيرة الإنسانية من خلال المهرجان العربي الدولي. وبعد كده مسكت مسؤول اللجنة الإقليمية للمهرجان. تمام. برضو بنقدم فيها خدمات كويسة خاصة بالتعليم، هي عامة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كلها، لأن احنا بنقوم على الإعاقات كاملة. إن شاء الله يبقى في مفاجأة تبقى. أيوة، خلال احنا عايزين آخر بقى السنة. حاجة اكسكلوسيف كده لبرنامج حياتنا. طيب. فرحونا كده، ايه طيب. الأخبار؟ هو إن شاء الله احنا تفاصيل يعني حتى طيب. بنعمل برنامج هيبقى خاص هنقدمه بالمهرجان. ان شاء الله ناخد بيه الموافقه، بس طبعا حصل تعطيل شويه عشان ازمه كورونا. بالظبط. هنقدمه في المدارس، حاجه خاصه بالمهرجان لاطفال صعوبات التعلم وبطيء تعلمهم واطفال الدمج. تمام. يبدا عايز اقف بس عند الجزئيه دي، ايه الفرق بين صعوبات التعلم وبطء التعلم والجزئيات دي؟ حابك تحطي سبوت عليها، علشان انا شايف يعني مثلا كان في كذا حد معايا في كذا بروجرام قبل كده، فكان بيكلمني مثلا ان اي طفل بيروح مثلا لبعض الاخصائيين بيبتدي يحوله على طول صعوبات تعلم بالكامل. لا، هو انا عندي 3 فئات، عندي فئه صعوبات التعلم، فئه بطيء التعلم، فئه التاخر الدراسي. بيبدا الاول احنا بنعمل حاجه اسمها تقييم في المركز، اول لما الطفل بيجي بنعمل دراسه حاله، وبعدين بنبدا من خلالها التقييم، وبنبدا نشخص الحاله، بنشوفه محتاج ايه. بيتم بقى تشخيص الفئه، سواء صعوبات تعلم، بطيء تعلم، تاخر دراسي، من خلال درجه الذكاء بتاعته. تمام. نبدا نحدد الفئات. لو هنتكلم على فئه صعوبات التعلم، هي الفئه دي
بتكون نسبة الذكاء بتاعها كويس، يعني ممكن توصل لـ90، معانا من 85 لـ90. بتكون عنده مشكلة في مادة أو اتنين، وغالبا بتبقى في المواد اللي هي محتاجة مهارات زي الحساب زي الإملة زي القراءة، بتبقى دي المشكلة الأساسية عنده فيها. ويبقى عنده نقص انتباه وتركيز وإدراك سمعي أو بصري، بتختلف بقى من حالة لحالة ومن طفل لطفل هو محتاج إيه بالظبط. بالنسبة لفئة بطيء التعلم، هو بيكون عنده مشكلة في المواد الدراسية كلها بالكامل. بالكامل، يعني مش في مادة مثلا زي الرياضيات أو مادة لا لا، اللغات. بتكون بتكون في المواد كاملة بيبقى عنده مشكلة فيها، بتكون نسبة الذكاء بتاعته أقل، يعني ممكن نقول 70. تمام. برضه هنا بيحتاج تدريب كتير وبيحتاج برنامج ان هو يشتغل عليه، ودي بتكون قدرات عقلية. يعني احنا خلينا نقول ان الطفل بطيء التعلم هي قدراته العقلية بتكون محدودة شوية. بالنسبة للطفل التأخر الدراسي، هو طفل طبيعي جدا وطفل عادي، ونسبة ذكائه من المتوسط لأعلى من المتوسط، بيكون سبب إهمال أو مشاكل نفسية. سبب الإهمال أو المشاكل النفسية داخل المنزل، ده بيأثر على الطالب أو بيأثر على الطفل خلال فترته في التعلم الدراسي. مظبوط. يعني مثلا لما بيجي لنا البيت ما نقولوش مالكش دعوه، ما ندخلش مشاكل البيت في الدراسه. لا لا، الاثنين عنصرين مكملين لبعض. طبعا، واضح جدا. طيب، لا يعني انا عايز بقى اتكلم على نموذج نسائي ناجح، منال عادل. ادلنا كده للبنات اللي هم مثلا، مش هقول من كل التخصصات، على الاقل من التخصص اللي حضرتك كنت فيه، ازاي يقدروا يشتغلوا على نفسهم في مجال التطوير الشخصي؟ مجال التطوير الشخصي، هو اول حاجه لازم التعليم، نسمع، ناخد كورسات كتيره، نتعلم، نشوف خبرات السابقين الناجحين، دكاتره الجامعه دي اهم حاجه طبعا. تمام. نشوف العلم بتاعهم، القراءه كتير، متابعه كل جديد، يعني انا اشوف ايه، انا اطور من نفسي، انا ما اقفش عند جزئيه معينه او اخد برنامج محدد وابدا اشتغل عليه. طب ما انا ممكن اطوره، لان انا هحتاج الطفل قدامي محتاج حاجه تاني، فانا هحتاج ان انا اطورها. بالظبط. فبالتالي ان انا اشتغل على الجزئيه دي، تطوير الذات. نشتغل على جزئيه تطوير الذات. في مقوله بتعجبني جدا بتقول: العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه، واذا اعطيته بعضك لم يعطيك شيء. تمام. تعقيبك ايه؟ اتفق معاك جدا. آه. هو الانسان محتاج يعني ان هو يتعلم هو باستمرار. سبب ذكر الموضوع ده ان انا بسمع وبشوف بوستات على الفيسبوك كتير. طبعا. ناس بتتكلم سواء على الدراسه الاكاديميه او غيرها. طبعا. ان ياما كلت من عمرنا، ياما كلت من وقتنا، ياما هو احنا هنخلص امتى؟ ازاي التعلم يكون بمتعه خلال الفتره دي؟ كل حاجه عايزه صح تبدا بالحب. ما شاء الله. انا عايزه اتعلم صح، فانا احب العلم، مش ان هي دراسه وخلاص وانا عايزه اخد شهاده او احصل على شهاده وخلاص وانا مش هعمل بيها حاجه. انا احب المجال اللي انا عايزاه عشان اقدر ابدع فيه. تمام. انا احب المجال ده، فانا اتعلم فيه واعرف، عايزه اعرف عنه كل حاجه. بيكون في شغف، شغف التعلم دي اهم حاجه. لو هي دي موجوده الانسان بيتحول 360 درجه. مقوله تانية. تمام. يعني خلينا بس ايه قبل الموضوع ده، معايا بس جاي لنا سؤال كده احنا قاعدين. طيب. في ولايه امر بتسال وبتستفسر بتقول لحضرتك: يعني هل الطفل اللي هو بطيء التعلم او طفل صعوبات التعلم مستوى تطويره على مدى الوقت، هل بياخد مننا فتره طويله لحد ما نقدر نرجعه تاني زيه زي المستوى العادي؟ وهل الشغل مع لازم يكون مع اخصائي واحد، ولا ممكن يعني اللي يجي قدامنا كذا حد؟ لا، هو احنا بنفضل ان الشغل يكون مع اخصائي واحد. اول حاجه ان هو لازم يتم تقييمه صح، هو في انهي فئه بالتحديد. تمام. انا لازم احترم قدرات ابني. تمام. اشوف هو في فئه ايه، مثلا فئه صعوبات او فئه تعلم، وابدا اشتغل مع الجزئيه دي. بيبدا نتائج اي برنامج سواء صعوبات او بطء، بتبدا معانا تظهر النتيجه من 3 لـ6 شهور. وبيبدا يدرب الطفل. اهم حاجه ان انا اشتغل على جزئيه الثقه بالنفس. انت قادر، انت تقدر، انت ذكي، انت شاطر، انت برافو عليك. جزئيه التحفيز. مظبوط. طيب، هل التحفيز عندنا هل له اسس مثلا، ولا بيكون بزياده بيوصل لمرحله التدليل؟ يعني لا، ما هو ما ينفعش بقى، احنا خلينا نقول الوسط، يعني خير الامور الوسط. مثلا موضوع المعززات اللي هي الحلويات والحاجات اللي هي دي طول الوقت، ولا في لا، هو خير الامور الوسط في كل شيء. وما ينفعش ان انا اقول للطفل مثلا انت لو ذاكرت انا هديك حاجه حلوه. هو هنا هيربط الحاجه الحلوه او التحفيز بالمذاكره. طب انا تعالى ذاكر، ما هو مش هيذاكر، هتجيب لي حاجه حلوه؟
طب انا مش هجيب، انا عايزاك تذاكر. فهنفضل طول الوقت ان هو الطفل بياخدها عاده سيئه. فانا ممكن احفز بعده اشكال او بعده طرق. مره اديله حاجه حلوه، مره اعمل له مفاجاه في البيت، احط بلالين، مره اخرجه، مره اقول لهم في مكالمه تليفون لحد بيحبه، مره اعزم صحابه في البيت. جميل. يقعدوا يتكلموا معايا، يلعبوا انا عازماكوا. طبعا هي الام اساس كل حاجه. وبيبدا بقى ينتقل هنا لان هي الام المرحله الاولى في التعلم. طبعا. بيبدا ينتقل هنا للاخصائي. حلو، زي الفل. طيب زي ما اتكلمنا على جزئيه الثواب، خلينا نتكلم على جزئيه الجزاء او جزئيه العقوبة. هل الطفل اللي عنده مشاكل نمائيه او اي عنده اي مشاكل ليها علاقه بالمشاكل العقليه او غيرها، هل له طريقه معينه في الجزاء او في العقاب؟ اه طبعا كل طفل ليه طريقه. وطبعا احنا نبدا يعني نبتعد كل البعد عن طرق الضرب او التعنيف للاطفال، لان هي بتسبب مشاكل نفسيه كتيره. ممكن يبقى عقاب بسيط، هنقول الحرمان البسيط من حاجات بيحبها، حرمان من خروجه، حرمان من لعبه. هرجع هنا بس الجزئيه تاني، ان هو انا اكون منظمه، عندي تنظيم لوقت الطفل. انت عندك 10 دقائق تتفرج على كرتون، عندك 10 دقائق هتلعب لعبه يعني محببه ليه، بتكلم شخص بتحبه، بتلعب مع صاحبك، بتروح تمرين. بالتالي هنا انا هعرف اعاقب. طب مفيش بقى كل المحفزات دي، انا مش هعرف اعاقب صح. هرجع للطرق اللي بتسبب العنف وبتسبب العدوان عند الطفل. تمام. فانا هنا بحتاج ان انا يكون في تحفيز دائم، لان دي عشان اطلع طفل سوي، فهو محتاج ان هو دايما يبقى فيه محفزات. طيب من ضمن معايير التربيه الصحيحه اللي هي الحزم المقترن بالحنان. نطلع فاصل كده ونرجع تاني نشوف هل مع دكتوره منال، هل الحزم المقترن بالحنان ازاي نوفق بين المعادله دي؟ فخليكم معانا، استنونا، هنطلع فاصل وراجعين تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل كده كنا بنسأل سؤال يخص التربية، الحزم المقترن بالحنان. دكتورة منال، ازاي نطبق المعادلة في البيت من غير ما نستخدم الشبشب الطائر، من غير ما نستخدم اي وسيلة من الوسائل اللي فيها يعني قط الفيران بقى والحاجات او رجل مسلوخة وبشوال والحاجات دي؟ هي معادلة بسيطة جدا، بيكون في برنامج مش محتاج ان هو يتعمل في مركز ولا اي حاجة، اسمه برنامج الحب. الله. انا ممكن ابدا هنا ادي للطفل لقمه في بقه، اقول له دي اسمها لقمه الحب، انا باكلك عشان انا بحبك. دايما الطفل بيكون فخور بمامته وباباه لما يبداوا يبصوا له، ودايما يحاولوا يلفتوا انتباهه ان هم باصين له البصه. الطفل تلقائي طبعا والفضول الجامد بتاعه، بصي لي كده ليه؟ علشان بحبك. ما شاء الله. دايما احسس الطفل بالفخر. انا جبت لك لعبه بدون مناسبه، حاجه بسيطه، يعني احنا مش بنقول تكلفه، يعني بالونه، مصاصه، بونبوني، اي يعني ابسط الاشياء، انا جبت لك دي عشان بحبك. طيب انا عامله دي الطفل في حنان في حنان. بالتالي هو بطبيعته اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها، هو عنده فطره الحب، فهيتعامل معايا بنفس الاسلوب. مش هحب ان هو يزعلني، احب ان هو يسمع كلامي، نفس الطريقه هتتنقل له. انا كده بحبك يا ماما، انا كده بسمع كلامك. خلاص. جميل. طبقت المعادله بمنتهى البساطه. حابب ارجع معاكي كده لموضوع المقولات اللي قبل السؤال اللي كنا بنسالها. اعرف كل شيء عن شيء، واعرف شيء عن كل شيء. دكتوره منال، لما بتحب ان هي تستفيد او تدخل في المجال اللي هو بتاع التطوير الشخصي، ايه اكتر حاجه بتهتم بيها في المعرفه، في الجانب المعرفي؟ القراءه. قراءه عن ايه؟ اكتر جزئيه. القراءه عن السلوك الانساني. هو الانسان بيبدا ازاي، هو ايه اللي ممكن يوصله للجزئيه دي، ايه اللي يوصله للمرحله، سواء الغلط او سواء الفكر الايجابي او الفكر السلبي. تمام. لو فهمنا السلوك الانساني وفهمنا الانسان كويس وفهمنا احنا محتاجين ايه، كل حاجه بقت محلوله. جميل، هايل جدا. عايزين نرجع كده لموضوع المركز تاني، عشان انا شغوف بعد المسمى الطويل الجميل اللي هو التخاطب الشامل والعلاج السلوكي والكلام الجميل ده. يا ترى ايه الخدمه مثلا اللي بتكونوا بتقدموها متميزين فيها شويه؟ احنا عندنا عده خدمات، طبعا هي رعايه نهاريه عشان الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. بس احنا فتحنا قسم جديد اللي هو استقبال اطفال الدمج. بيتم من خلاله، طبعا بيبقى احنا عندنا اطفال دمج في المدارس ما بيروحوش المدرسه، او دايما في بعض المدارس يقولوا ما ينفعش ان الطفل ده يجي يوم او اتنين.
فبيبدأ إن هو يجي عندنا المركز يوميا، بنقدم له التعليم من خلال مدرسين تربية خاصة يقدروا يبسطوا له المنهج بصورة مبسطة. هايل جدا، هايل جدا. طيب لو رجعنا تاني لموضوع النصائح التربوية اللي حضرتك حابة تقدميها لجمهورك لأن هم قاعدين مستنيين، فعايزين بقى نختم كده مسك الختام طبعا، وممكن نفتح برضه مناقشات على فكره، يعني احنا بصراحه النهارده لو الحلقه هتطول 3-4 ساعات، اهم حاجه ان حضرتك معانا مشرفانا وفرصه جميله. جدا لحضرتك، انا اتشرفت ومبسوطه جدا ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك يا رب. احنا اكتر النصائح التربويه للتعامل مع الاطفال سواء النورمال او الاب نورمال اللي هم من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي اي مشاكل بتخص نمو الطفل. طيب هو احنا هنا هنبدأ مع نتكلم على الأطفال النورمال، مفيش أي مشكلة. تبدأ الأم تعمل لطفلها اختبار ذكاء، تمام، تشوف عنده مشكلة ولا مفيش مشكلة. بالتالي هنا هتحدد بقى كل الخطوات اللي هتيجي بعد كده. الطفل ده محتاج عنده جزئية واقع فيها، فأنا هبدأ أقوم السلوك ده. ممنوع التدليل الزائد والعقاب الزائد، يعني كل حاجة وعكسها، خير الأمور الوسط. نبدأ بمعرفة الطفل، يعني أقرب مكتبة جنبنا، لو ما فيش مكتبة نبدأ نجيب للطفل قصص صغيرة نعلمه القراءة، يبدأ إن هو يقرأ. المقارنات، ما نبعد المشاكل الأسرية، كل البعد عن الأطفال ليها مكان لوحدها، ما لهمش ذنب في أي حاجة. تمام تمام. بالنسبة للطفل الأب نورمال، خلاص هو بيكون معروف إن هو عنده مشاكل، أحب ابني ما اشوفوش ان هو عبء عليا، او اشوفه ان هو مشكله، ودايما دي بتحصل ان هو مشكله لاخواته، مشكله لقرايبه، برضو بيكون في رد فعل من الاخرين، يعني الطفل بيعيط، الطفل بيزن، الطفل عنده سلوك سيء، هي الام بتبقى محتاجه مساعده من الاخرين اكتر. طبعا. لان هي بيكون عندها اكتر من طفل، وفي اسر بيكون عندها اكتر من طفل معاق، فهي دي الاسر دي بتكون محتاجه دعم نفسي ومحتاجه ارشاد نفسي. ان شاء الله عند جزء الدعم النفسي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصه، لما بيجي لنا مثلا ام في البدايه لسه مكتشفه صعوبه او لسه مكتشفه مشكله عندها او عند ابنها، ازاي بنقدر ده احنا داخل المركز واحنا شايفينها في الحاله دي بنقدر نتعامل معاها؟ هو اول حاجه احنا بنشرح لها الوضع بمنتهى البساطه، بنفهمها ان كل طفل ليه قدراته، ربنا سبحانه وتعالى يعني اداله الجزئيه دي، فهو تمام. بارع في جزئيه تانية. تمام. وبنبدا هنا ندرب الطفل على اساس يعني بندربه على الجزء الافضل عنده، احنا بنشوف ايه المهاره الكويسه عنده وبنبدا ندربه عليها على اساس الام تشوف نتيجه. تمام. تشوف نتيجه ابنها وتبدا هنا تحبه. تمام. هي بتحبه طبعا، بس بتحس ان هو عبء عليها، وده بيكون خطا من المجتمع شويه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في مرحله التقبل وتحويل الموضوع لجزئيه رضا مؤقت لحد ما نبتدي ان احنا نستخدم الام كمعين تربوي او كمعين للاخصائي اللي عندنا ان هو يقدر يطلع معانا الطفل السلم خطوه بخطوه. تمام مظبوط. طيب رسالتك ايه للناس اللي بتحاول ان هي سواء من اولياء الامور او سواء من الاخصائيين بعضهم، او خصوصا الشباب الصغير بيبقى لسه بقى عنده الحماس في البدايه حابب ان هو يتحرك اكتر بالطفل ينط بيه مراحل، هل الموضوع ده يعني بيجيب نتائج عكسية؟ بيجيب نتائج عكسية. أنا لازم أخد الطفل مرحلة مرحلة، هكتشف في كل مرحلة إن في خلل في جزئية تاني. طبعا. لازم أعالجها صح على أساس إن أنا أوصل، زي أساس العمارة بالظبط، أنا مش هطلع للدور العاشر وأنا عندي الأساس فيه خلل. فبالتالي لازم أنا أمشي مرحلة مظبوطة، أمشي ببرنامج صح، أشتغل عليه، أشوف مهارات الطفل ده محتاجة إيه. في طفل ممكن أكون حاطة له برنامج 6 شهور وهو يخلصه في شهر. هي قدراته جت معايا كده. بس انا لازم ادي مساحه، وتحديدا ممكن ندي مساحه لولي الامر، يعني ابنك محتاج 3 شهور، طب هو محتاج 4 شهور. ما يبقاش في استعجال بالنتيجه، تفرح بالنتيجه بتاعت ابنها، لما تلاقيه بعد شهرين بقى كويس هي تفرح بالنتيجه، ما تبداش ان هي تعاقب الطفل، انت 3 شهور وتبقى كويس، حاجه خارجه عن ارادته. تمام. اخر رساله ونصيحه تحب توجهها للساده المشاهدين، وقبلها لازم توعدينا بحلقه ثانيه وثالثه تبقى معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد بوجه للمشاهدين، حبوا أبنائكم، تقبلوا الأبناء بكل صورة، هم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. في أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كتير عدت بمراحل وبقت أطفال عالمية، كل طفل جواه موهبة، يا ريت ننميها ونكتشف مواهب موهبة أبنائنا. طيب
طبعا زي ما احنا شفنا كده صاحبة الإطلالة الجميلة المميزة اللي شرفتنا النهاردة بإطلالتها الهادية، زي ما حضراتكم شفتم كل حاجة محتاجة تفاهم، محتاجة تواصل، سواء كانت مع أولادنا أو سواء كانت ما بيننا وما بين بعض حتى في البيت، عشان المشاكل الأسرية بتنطبع على الأطفال مباشرة. حابين ان احنا نوجه لحضرتك الشكر النهارده على تشريف حضرتك لينا في الاستوديو هنا. ميرسي جدا، انا بشكر حضرتك ان انا كنت متواجده معاك النهارده. ربنا يخليكي، وان شاء الله تتكرر تاني. اعزائي المشاهدين، طالعين فاصل واستنوا معايا حد مميز جدا، زميلتي العزيزه استاذه امل مجدي هتكمل معايا البرنامج جزء اصيل من الحلقه النهارده. نطلع فاصل واستنونا.